بادرت شبكة مرام للأعمال الخيرية في ولاية طهران إلى إنشاء بنك غذائي يتم فيه جمع مساعدات للمحسنين من مواد غذائية لتوزيعها على العائلات المعوزة في مناطق الظل في المدينة. المبادرة تم من خلالها توزيع المئات من الطرود الغذائية على المعوزين ممن يعانون من الأزمة الصحية المتفشية والحجر الصحي بالعديد من المناطق بمساهمة تجار ورجال أعمال. كريمة سواك عادتنا بالتالي. الهدف من المشروع هو اولا تشبيك العمل الجمعوي الخيري في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا، وايضا هي دعم للجهود التي تقوم بها الدولة خاصة في المجال الاجتماعي والخيري والتكافلي. هذا المشروع مشروع متضامنون يهدف الى تاسيس بنك للغذاء متواجدين فيه اليوم الان، بنك للغذاء يهدف الى جمع اكبر عدد ممكن من المواد الغذائيه الاساسيه وتوزيعها على العائلات المتضرره المحتاجه.